السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. معاكم ميسرة رمضان. هنحل تدريبات على أول درس أخدناه، جزاء العاملين. أول سؤال بيقول لنا: ما مفرد رسل؟ رسل مفردها رسول. ما جمع يوم؟ جمع يوم أيام. جمع الميعاد المواعيد. ما المقصود؟ ما وعدتنا على رسلك، يعني حقق لنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك. لا تخزنا يوم القيامة، يعني لا تفضحنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد، يعني إنك صادق الوعد. من المنادى في هذه الآيات؟ لما يقول ربنا، ده المنادى. المنادى هنا الله. ومن الذين ينادونه؟ الذين ينادونه هم المؤمنون. طيب، ما الذي وعدهم الله تعالى على لسان رسله؟ وعدهم الله بأن لا يفضحهم يوم القيامة بالكشف عن ذنوبه. الله تعالى صادق الوعد. من أين تفهم ذلك من الآية الكريمة؟ من قوله تعالى: إنك لا تخلف الميعاد. ما الجمال في قوله: وآتنا؟ آتنا هنا أسلوب أمر، بس أكيد مش هيكون غرض النصح والإرشاد، لأن احنا مش هننصح ربنا، احنا بندعو ربنا. يبقى أسلوب أمر غرض الدعاء. لا تخزنا يوم القيامة، ده أسلوب نهي غرضه الدعاء والتوسل. طيب، عايزين خريطة الكلمة لكلمة آتنا. آتنا هنا نوعها فعل، معناها أعطنا، مضادها احرمنا. الجملة: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك. كلمة تانية تخزنا، نوعها فعل، معناها تفضحنا، عكسها تكرمنا. الجملة: لا تخزنا يا الله يوم القيامة. أذكر من الآيات ما يتفق مع المعاني الآتية: طلب المؤمنين من الله تعالى ما وعد به على لسان رسله. الآية: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السؤال الثاني: الله تعالى صادق الوعد، إنك لا تخلف الميعاد. السؤال الثالث: يكفر الله تعالى ذنوب الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الدفاع عن الإسلام وقاتلوا وقتلوا. الآية هتقول: والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عندها حسن الثواب. الله تعالى يكافئ عباده ولا يضيع أجر أي عامل. الآية بتقول: استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. السؤال اللي بعديه: معنى فاستجاب لهم ربهم يعني لبى الله دعاءهم. لأكفرن عن يعني لأغفرن سيئاتهم، معناها ذنوبهم. من الذين سيغفر الله تعالى ذنوبهم ويدخلهم الجنة كما تفهم من الآية الكريمة السابقة؟ الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا. هذه الآيات من سورة آل عمران. عايز عائلة الكلمة لكلمة الميعاد: موعد، نوعد، يوعد، وعد، توعد. هي دي هتبقى عائلة الكلمة لكلمة الميعاد. الصفحة الأخرى عايز خريطة كلمة لكلمة استجابة. استجابة هنا معناها، هنا نوعها فعل، معناها يعني لبى، عكسها يعني رفض. الجملة: استجاب الله لدعاء المؤمنين. اللي بعديها: هاجروا، نوعها فعل، معناها رحلوا، عكسها استقروا. الجملة: المؤمنون هاجروا من مكة إلى المدينة. هات جمع كل كلمة مما يأتي في جملة في تعبيرك. جمع يوم أيام، ممكن نقول الجملة: أيام الأسبوع 7. جمع الميعاد المواعيد، ممكن نقول الجملة: التزم بمواعيدك. عمل جمعها أعمال، سيحاسبنا الله على أعمالنا.
عامل جمعها عمال. وضح جملة المعنى عمال في كل جملة. ماهرون هاجر سمير جمعها السبل. هاجر هنا الجملة اسم نجاح كثير، لكن هاجر المسلمون لكل جمع من المدينة يأتي مفرد هنا فعل بمعنى رسل مفردها رحل. ايه رسول عايز عائلة سيئات مفردها ايه سيئة عمل جنات عمال. مفردها جنة الأنهار مفردها نعمل تعمل خرج يخرج مخرج نخرج خارج